بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ماذا تسأل الفتيات، ونرحب أيضا بضيفة الحلقات الطالبة نرجس، واللي ستطرح علينا موضوعا جديدا كما تعودنا ذلك في الحلقات السابقة. السلام عليكم ابنتي نرجس ورحمة الله وبركاته، تفضلي بطرح ما تودين من أسئلة أنت وبقية الفتيات. تفضل ابنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم أستاذتي الكريمة. في الحقيقة الموضوع ليس محدد بل هو منوع، لأن أغلب المواضيع قد تناولناها وطرحنا الأسئلة المختصة بها، ولكن لدينا بعض الأسئلة المتفرقة، إذا سمحتم لنا بطرحها لنجعلها مسك الختام لهذه الحلقات. فالسؤال الأول هو: ما هي الفلسفة أن تعتد المرة عند الطلاق؟ ينبغي الالتفات عند التحدث عن موضوع المرأة المطلقة إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون قد بلغت سن اليأس، ففي هذه الحالة لا عدة عليها من الطلاق. النقطة الثانية إذا لم تكن بالغة فلا عدة عليها من الطلاق. الأمر الثالث هو أن تكون المطلقة بالغة غير يائسة، وهنا يكون عندنا صورتان. الصورة الأولى أن لا تكون العلاقة الزوجية الكاملة قد جرت بينها وبين زوجها، وفي هذه الحالة لا عدة عليها من الطلاق. الصورة الثانية هي أن تكون العلاقة كاملة قد حصلت، وفيها صورتان أيضا. الأولى أن تكون حامل، وعدة الطلاق الحامل تنتهي عند وضعها. وفلسفة هذه العدة واضحة، فما دام الجنين موجود فالعلاقة مع الزوج المطلق لا تزال موجودة، وهذا سبب وجيه. الحالة الثانية هي أن لا تكون حاملا، فعدتها شكل 3 قروء، وفلسفة هذه العدة هي حصول اليقين بأن هذه المطلقة لا تحمل جنينا أو نطفة من مطلقها، وهذا حكم عام نوعي. فلو أن امرأة علمت بأنها ليست حامل وجب عليه أيضا الاعتداد، لأن الحكم أمر نوعي لا بد من ممارسته بعد الطلاق. أما عدة وفاة الزوج فهي 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل، وأبعد الأجلين من الوضع والمدة للحامل. وفلسفة هذه العدة هي إبراز مكانة الزوج في الإسلام مع إبراز احترام المتوفي، ويجب أن تقترن العدة بالحداد من الأرملة. وعدة الوفاة تجب على كل زوجة مات زوجها، سواء كانت يائسة أو غير بالغة أو غير ذلك. ومن علل عدة الطلاق وجود المهلة لرغبة تحدث أو لسكون غضب إن وجد، وحرقة المطلقة تسكن في 3 أشهر، وحرقة المتوفي عنها زوجها بأكثر من ذلك، يعني 4 أشهر و10 أيام. وقد تكون هناك أسباب أخرى يغفل عنها الإنسان، فلزم الانقياد لأوامر الخالق، فهو أعلم بما يصلحنا أكثر من أي موجود آخر. تفضلوا بطرح السؤال الثاني. لماذا وصفت المرأة في الروايات بأنها ريحانة أو وردة؟ المناسب للمرأة أن تمارس الدور الذي يقترحه الدين لها، وهذا الدور يتسم بخصوصية غلبة الأحاسيس والعواطف على التعقل، حتى تستطيع القيام بأدوار الزوجة والحامل والمرضعة ونحو ذلك، وكل هاي تحتاج إلى عاطفة. وهذا الدور يحقق التكامل في المجتمع ويا من ويا دور الرجل. وذكر في بعض الروايات كمروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، والقهرمانة الحاكمة. فالمرأة لما فيها من خاص هي ريحانة، وشأن الرياحين أنه يتعامل معها بلطف ورقة، وهذا ما نلحظه في تصرفات النساء، فإن معظمهن يمارسن أعمالهن بغلبة الأحاسيس والعواطف حتى لو وصلنا إلى أعلى المراكز. فنرى المرأة تهتم بزينتها، بملابسها، بمشيتها، بجلستها وطريقة كلامها لآخره، فهي تقضي الكثير من سنوات عمرها في إبراز كونها ريحانة رقيقة ناعمة. أما الرجل ففيه من الشدة والصلابة وغلبة التعقل ما يؤهله للدور التكاملي الآخر. مفهوم السعادة الواقعية. السعادة الواقعية هي في تحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وليست هي إشباع الغرائز والشهوات. فالإنسان السعيد هو الذي يلتزم خط التوحيد عقائديا بكل ما للتوحيد من تفصيل، ويلتزم العمل بالجوارح بما يتناسب ويا خط التوحيد، وذلك بأن يوافق ظاهره باطنه. والسعادة الحقة هي أن يموت الإنسان على خط الاستقامة، وبذلك يحفظ آخرته التي هي الحياة الحقيقية
الزوجية الخالدة. وهذا ما نلاحظه في أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالجنة، ومع ذلك لم يعلن فوزه إلا عندما استدعى الأمر التأكيد على التزام التوحيد قلبا وعملا إلى آخر حياته. فقد نقل عنه عليه السلام أنه قال حينما ضربه ابن ملجم لعنة الله عليه، قال: فزت ورب الكعبة. فلم يعلن فوزه إلا عند اقترابه من الاستشهاد وهو على دين التوحيد. أما إشباع الغرائز في الدنيا فهذه ما تحقق السعادة الحقيقية، وإنما نزوة، لأن الدنيا دار ممر وليست دار مقر. وكل من ارتبط بخط التوحيد كل حياته رح ينال السعادة الحقة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه هي السعادة الحقيقية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هي شروط الحضور السياسي والاجتماعي للنساء من وجهة نظر القرآن الكريم؟ توجد شروط عديدة، منها الالتزام بالحجاب الشرعي. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمطلوب إظهار العفة، إظهار الصلاح، ويكون ذلك بالحجاب. فإذا خرجت المرأة بالحجاب يعرفها الفاسقون بأنها عفيفة فلا يتعرضون لها بالأذية. الأمر الثاني هو ترك التبرج. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا عدم النظر المحرم وعدم إبداء الزينة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا يعني عدم جذب أنظار الرجال الأجانب إليها. الأمر الآخر هو عدم الترقيق في الصوت. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كما ينبغي للمرأة التي تريد أن تمارس العمل السياسي أو أن تثبت حضورا اجتماعيا أن تمتلك مؤهلات وقدرات ومهارات تأهلها لإثبات حضورها، كالتواضع والعفة والتسلح بالوعي والحنكة والمرونة وكل ما من شأنه أن يساهم في هذا الشأن، وهي من الأمور التي تشارك فيها الرجل. تفضلي بطرح السؤال الخامس. هل يمكن للإنسان أن يرتكب بعض المحرمات أيام شبابه ومن ثم يتوب عندما يكبر في السن؟ انتبهوا، لا يعلم الإنسان متى يموت، لذلك عليه الالتزام بالدين في كل أيامه. فما يدريك أن هذا الإنسان قبل توبته سيموت أم لا؟ فهل يلعب هؤلاء بمصيرهم بحيث يراهنون على أمر غير مضمون؟ أبدا، هذا لا ينفع. ويمكن أن ألخص هذه الفكرة بهذا الكلام: تب إلى الله قبل أن تموت بيوم، ولكن هل أي واحد منكم أخبره ملك الموت بساعة موته؟ وبما أنك لا تعرف متى تموت فكنت تائبا أبدا، هذا أولا. ثانيا، لو مارس الإنسان الذنوب فإن القلب رح يموت، وإذا مات القلب فكيف تتحقق التوبة؟ ومن خلال نصوص كثيرة نرى أن الذنوب تؤدي إلى عواقب عديدة، منها عندنا الذنوب التي تسلب توفيق الدعاء، فبماذا يستعين ليتوب وهو لا يوفق للدعاء؟ أيضا الذنوب تنسي ذكر الله سبحانه وتعالى، فبماذا يستعين حتى ليتوب وهو قد نسي إلى من يتوب؟ عن الإمام الصادق سلام الله عليه في أصول الكافي أنه قال: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وأن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم، فبماذا يستعين ليتوب؟ حتى لو مارس المذنب الدعاء فقد لا يستجاب له. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا الذنوب تغير النعم وتبيد الأمم. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. إذن كيف يتوب؟ الذنوب تحتك العصم أيضا، أي الحجب التي تستر الروح، فكيف إذن يتوب؟ الذنوب تقطع الرجاء وتنزل النقم. الذنوب تؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أيضا الذنوب تؤدي إلى حبط الأعمال الحسنة، والذنوب تؤدي إلى قسوة القلب، فكيف يوفق هذا الشخص إلى التوبة؟ هذا طبعا غيظ من فيض، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون. ما هو تكليف المرأة عباديا أثناء الحيض؟
المرأة الحائض يسقط عنها بعض العبادات كالصلاة والصوم، ولا تسقط كل العبادات، ويمكنها في هذه الحالة ورغم هي حائض أن تقوم بالأذكار والأدعية والزيارات عن بعد وما شاكل ذلك، ويستحب لها في وقت الصلاة أن تتوضأ وتقعد في مصلاها ذاكرة الله سبحانه وتعالى، ويجوز لها الدعاء وقراءة القرآن باستثناء آيات السجدة الواجبة من سور العزائم. وإلى هنا ينتهي وقت حلقتنا التربوية، وإلى لقاء آخر مع حلقة جديدة، نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.